ما كنتيش بترضي تروحي تقفشيه لما تجيلك معلومة يقولولك في المكان الفلاني مع فلانة، وكنتي بتقولي أنا مش عايزة أجرح فاروق، مش عايزة أحطه في موقف زي ده. طبعاً مين المجروح؟ لا أنا أحط نفسي في موقف زي ده ولا أحط فاروق في موقف زي ده. يبقى كنتي عايزة تحفظي كرامتك، أفهم كده. مش بس كرامتي، وكرامته، كرامته عندي غالية قوي. كرامتك أنت عنده أخبارها إيه؟ ما هو ما كانش بيعتبر إن خياناته دي تجرح كرامتي، كانت وجهة نظره كده. فضول الأنثى ما خلكيش أوكي مش عايزة أروح أشوفه، وليكي وجهة نظرك، ما خلكيش تبعتي أي حد روح بصلي عليه أو أروح أبص من بعيد ولو في الأول عشان أتأكد هو فعلاً بيخني أو لا؟ أنت مش هتصدق إيه اللي أنا هقوله لك دلوقتي. لا أنا منك بقيت بصدق أي حاجة. أنا كان عندي صديقة عزيزة جداً عليا، كانت موجودة في اليوم اللي جه فيه التليفون ده وقالوا لي فاروق في المكان الفلاني مع فلانة في الأوتيل الفلاني في السويت الفلاني، وكانت أمي عندي، ما كنتش جبت عمر، كان أحمد. صديقتي فضلت تزن هنطلبه، هنجيب نمرة الأوتيل ونطلبه، ما كانش فيه موبايلات لسه. وأنا أقول لها أبداً مش هعمل كده، هو لما يجي هبقى له طلقني، لكن أنا مش هعمل كده. فهي طب سيبيني أنا أعمل كده، ما ينش يمكن بيكذبه. الكلمة دي اللي خلتني أقولها طيب أوكي أعملي كده. فطلبت، جابت نمرة الأوتيل وطلبت الأوتيل كويس وطلبت السويت وراحت مدياني السماعة. فالأخرى هي اللي ردت عليا، فقلت لها ممكن أكلم فاروق؟ فهي الحقيقة اتخضت فقالت لي نقول له مين؟ قلت لها قولي له مراته كويس. فرد عليا فاروق ايه رايك ان انا بقيت مش عارفه اقول له ايه، انا اللي مش عارفه اقول له ايه، لقيته انا حسيت إيه؟ انه مخضوض، هو مخضوض كاني شفته بالظبط. فقلت له معلش انا بكلمك عشان اصلي في مخرجين كلموك وصحفيين كتير كلموك، فانا مش عارفه اقول لهم انت فين. انا حطنقت. من حقك، انا حطنقت، بس انا بقول لك الحقيقه. معلش بتقولي له معلش انا بكلمك. ده اللي حصل بالظبط. بعد ما قفلت قلت لامي، قلت لها انا هتطلق منه، مش هقدر اعيش معاه. صديقتي قالت لي يلا ننزل نروح، قلت لها مستحيل، انا مش عارفه مين اللي قال لك الحوار ده، بس ده اللي حصل فعلا. وعرفتي هي مين اللي معاه؟ عرفت. قلت لها مستحيل احطه في الموقف ده ولا احط نفسي في الموقف ده. قفشتيه اهو، قفشتيه مره بالتليفون، قلتي لي عمرك ما قفشتيه. دي يعني مش ما روحتش قفشته يعني بالتليفون، كنت متوتره جدا. بس سمعتي صوتها؟ وبكل وقاحه اديتك فاروق. وبكل طيبه، ومش عايزه اقول اكتر من كلمه طيبه، يعني مش عارفه اقول حاله، يمكن اتربيت مع ام بتحترم جوزها ما دامت راضيه لما يحترم ان جوزها. لا بص، اتربيت مع ام بتحترم الزوج احترام ملوش حد، فدي امي اللي ربتني كده، ربتني ان انا ما غلطش، اخد حقي باي طريقه انا عايزاها. انا طلبت الطلاق اوكي، لكن ما غلطش فيه، وفاروق عمره ما غلط فيا. ايه؟ يعني انت فاهمه يعني ايه؟ يعني عمره ما زعق لي، عمره ما قال لي كلمه بايخه. يا ريته زعق. عمره ما غلط في اي حوار. يا ريته قال لك كلمه بايخه. انا ده بالنسبه لي يعني كبير جدا، ان هو واحده ست تغريه فيلاقي نفسه ضعيف في نزوه، بالنسبه لي ده. أنا بالنسبة لي دي مش نزوات، ده كان عادة، ده كان طبع خلاص. ما أنا استحملت الطبع ده والعادة دي، سامحت على قد ما أقدر، واستحملت 16 سنة، وبعدين قلت له باي باي.